يأتي الاهتمام بقطاع الزراعة على رأس أولوية القيادة السياسية في مشوار بناء الجمهورية الجديدة. مشروعات تنموية كبرى تنفذها الدولة في قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير آلاف فرص العمل. وهنا يحل دور البنك الزراعي المصري، أحد أهم أجهزة ومؤسسات الدولة، في دعم المزارعين وتحسين أحوالهم بمختلف قرى الريف. ولعل الأرقام تثبت نجاحات البنك الزراعي المصري في دعم تنمية القطاع الزراعي، حيث حقق بنهاية عام 2022 معدلات نمو كبيرة في حجم الأعمال ومؤشرات الأداء تعكس النجاح المتسارع الذي حققته خطة تطوير البنك، والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأدت السياسات الجديدة التي اتخذها البنك الزراعي إلى تطور أعمال البنك، حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 65 مليار جنيه في 31 من ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 142% خلال آخر عامين. كما وصل عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض إلى نحو 534 ألف عميل، فضلا عن ارتفاع محفظة الودائع بنسبة 47% لتقفز من 95 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 141 مليار جنيه مقارنة بنفس التوقيت من عام 2022 بزيادة قدرها نحو 45 مليار جنيه، ونسبة نمو بلغت أكثر من 200% خلال عامين، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم. وحقق البنك نموا كبيرا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي بلغت بنهاية ديسمبر 2022 نحو 439 ألف مشروع للأفراد والشركات بقيمة تمويلات 32 مليار جنيه، بينما ارتفعت التمويلات المقدمة للشركات المتوسطة إلى 3 مليار و300 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 31%. أما فيما يتعلق بتنامي دور البنك الزراعي في تمويل المشروعات والشركات الكبرى، فنجد أن حجم التمويلات ارتفع من 4 مليار و300 مليون جنيه في 31 من ديسمبر 2021 لتصل إلى 10.5 من 10 مليار جنيه في 31 من ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 83%. أرقام كثيرة تشير إلى نجاحات متواصلة ودور مؤثر يقوم به البنك الزراعي المصري في تنمية قطاع الزراعة داخل كافة محافظات مصر، سواء لدعم وتمويل المزارعين بمختلف فئاتهم الصغيرة والمتوسطة بصورة مباشرة أو من خلال توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج لتشجيع وتحفيز الفلاحين على زيادة إنتاج محاصيلهم للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى حياة كريمة لكافة المواطنين.